اهم علامات الساعة ان البنت تعلي صوتها على والدتها. لازم تتأكد ان ابوك وامك فاهمين اكتر منك. يا رب انتقم من ابني يا رب. انت دايما انت راضينا ربنا يرضيك. الاولاد النهاردة بيشتكوا من فتن قاتلة. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما وقل لهما قولا كريما. خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. إذا كنت مؤمن بالآخرة تذكر فاعلم يقين تذكر الولد أو البنت اعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة تذكر إلا إذا رضي عنك والدك وإن مت شهيد. كل بيظلموني برضو ترضيهم، بيأذوني برضو ترضيهم في غير معصيتي، دول بيعملوا برضو ترضيهم برضو ترضيهم برضو ترضيهم. أبوك وأمك نعلهم فوق راسك ليه؟ عشان أبوك عشان ده ابوك ودي امك مش عشان هم كويسين. عقل والديه مهما يصلي ومهما يصوم ومهما صلاته لا ترفع الى الله عز وجل. لو مخصم والدك بالك سنتين او ثلاثه او اربعه صلاتك لا ترفع الى الله عز وجل، ويوم القيامه تحرم من هذه الصلاه لو ظللت على ذلك. من السعاده للولد ان يكون بارا بابويه. الجنة تحت أقدام الأمهات. مش حديث، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال له ألك أم؟ قال نعم. قال الزم قدمها فتم الجنة. يبقى الجنة تحت رجلين أمك، وأبوك الباب الوسطاني بتاع الجنة، الوسطاني بتاع الجنة هم طريق الجنة. أبوك وأمك. أغلى شيء في حياتي كلها أم، أغلى من أولادي وأغلى من نسائي وأغلى من إخواتي. ليس هناك أحد على وجه الأرض أغلى، ولو إن أحد يفتدي أحدا لافتدي. مأساة. الأب بيدعي في الكعبة على ابنه، رفع يده كده يقول يا رب انتقم من ابن فلان الفلاني، يا رب انتقم من ابني، يا رب أنا جاي لك مخصوص عشان أنت ابني، يا رب ماليش إلا أنت، أنا ليا غيرك، ابني ضربني يا رب، ابني ضربني وأهنه قدام الناس، يا رب انتقم من ابني يا رب. تصور أب يصل إلى الكعبة مخصوص عشان يقوم بالدعاء على ولده. لازم تخوف ابنك من ربنا عشان ما تجرأش عليك. ولا تكن لهما أف 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 أف. يا ابني روح هات لي عيش يضرب الأب. مأساة. العبوا كاراتيه، العبوا كونغ فو في الآباء والأمهات. مأساة. مآسي يا إخواني مآسي. عشان كده المطلوب منك تخوف ابنك من ربنا. وإياي فارهبون، عشان لما انت تكبر وتبقى راجل عجوز ومش قادر تتحرك ابنك يستخدم قوته انه يسندك، انه يكون تحت رجليك خايف عليك. عايزين البيت يبقى مليان بركه، البيت يبقى مليان بركه ورحمات ورحمات، هدوء وطاعات. وفي الاخر هي كلمه واحده، هي كلمه واحده، هي كلمه واحده. الوالد اوسط ابواب الجنه. مشاعر ام. ازيك يا ام؟ ربنا يسترك ويكرمك ومتعك بالصحة والعافية. ازيك حالك يا ام؟ الحمد لله بخير والله. ربنا يسعدك ويرضيك. امين يا رب. انت زي ما انت راضينا ربنا يرضيك ويكفيك شر المرض ويمتعك بصحتك ويسترها معاك يا محمد يا ابن قلب وكبر، واعطلك مال ما يتعدي وكلمه ما تترد، ووزع دعوتك ومكنك منها كمان وكمان وكمان، وجعل السعد خدامك وبكل خطوة تخطيها الطبل اللي اديت عليه يسمى عليك ياض. ربنا يحفظك ياض ويسعدك ومتعك بصحتك ومتعك بعافيتك وتفك شر المرض
امين. ربنا يبارك فيك. ربنا يطعمه ويرضيه وتعده. مين اللي هيشهد للعروسه يا امه؟ لا يا بابا لو ما بقولها من قلبي يا كدوم. الله يسترك يا رب. بدعي لك في كل وقت بالليل ونهار في دعاء الليل بدعيه. ربنا يبارك فيكم اتعب صحتك. اجعل السعد كده خدامك يا رب. آمين. ربنا يكرمك يا امه جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أخرجه البخاري.